اهلا بكم مجددا، ونعود في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده لنستكمل باقي اخبار موضوعات صحافه الاثنين يوم 23 سبتمبر 2013. نروح ملف الثاني حلقتنا، هو ملف الدستور الجديد. المصري اليوم في الحقيقه بدون مقدمات عشان الوقت بقى محدود جدا. المخرج بينبهني المصري بتقول ان لجنه الخمسين تقلص صلاحيات رئيس الجمهوريه وحزب الاغلبيه يختار رئيس الحكومه. ممثل حزب النور الجديد يشارك في اللجنه والقضاء يتمسكون باستقلال المحكمه الدستوريه. ده اللي بتقوله المصري اليوم. في الحقيقة التحرير في الصفحة الثانية تصريح للسيد عمرو موسى. عمرو موسى بيقول ان الدستور الجديد سيتعامل مع المصريين كافة دون تمييز، كافة دون تمييز. رئيس اللجنة بيقول لابد من مشاركة غالبية المصريين في الاستفتاء، وسوف نراعي حقوق اصحاب الديانات غير الابراهيمية ايضا. والله ده تصور كويس، تصور جميل، لكن نتمنى ان هذا التصور ما يعني بلاش شغل التمحيك ونلزقه في المسيحيين. اذا كنا عايزين نقول غير المسلمين قولوا انتوا احرار. انا ما عنديش مشكله ان الدوله يكون عندها دستور ليبرالي بيقول ان من حق كل انسان يعتقد ما يشاء. الدستور البهائي وبهائي، لا دين لا دين، القاضيين يبقى قاضيين، كل واحد حر. لكن في النهايه انا ارفض تعديل الماده الثالثه من الدستور، وانا في مقال كاتبه في الجمهوريه هيتنشر ان شاء الله بكره او بعده، هعرضه لحضراتكم ان شاء الله لما يتنشر. ارفض هذا لان هذا يمثل اهانه للمسيحيين. لما اقول المسيحيون هم اصحاب دين سماوي، هم جزء اصيل من 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 هذا الوطن، هم اصحاب دين معترف به. طب انا ليه النهارده افتح المجال واقول غير المسلمين؟ طبعا اولا هي الكلمه مقصود بها المسيحيين، لان اليهود في مصر النهارده ما عندناش يهود في مصر. النهارده اليهود ما عندناش 20 واحد يهود في مصر، كلهم خلال 3 4 سنين هيكونوا كلهم المسلمين، هيكونوا كلهم خلاص اتكلوا على الله. يعني تقريبا مصر هتكون بلا يهود تقريبا بعد 3 4 سنين على اقصى تقدير. فالنهارده انا متكلم في المسيحيين الموجودين. اذا كانت النهارده الدوله عايزه تعترف بحقوق البهائيين وحقوق اللادينيين بشكل عام في الدستور الجديد، هي حره، هي وشانها تعترف كما تشاء. لكن ده ما يكونش على حساب النهارده ان انا اقول غير المسلمين وبالتالي يكون فيها المسيحي ويكون فيها البهائي والاثنين يكونوا على قدم وساق او يكونوا بنفس المسمى يعني. وبالتالي حتى يكون في دستور فيه فرز طائفي. يعني النهارده انا اتكلم ان خلاص ما عادش فيها حاجه اسمها مسلم وغير مسلم. مسلم ده هو صاحب البلد الاصلي، وغير المسلم ده هو ده الضيف اللي بقى، او هو ده الشخص اللي هو المواطن الدرجه الثانيه اللي هو اقل درجه، اللي هو بقى قد يكون مسيحي قد يكون. دي كلها يعني مساله مرفوضه. طبعا السيد عمرو موسى شخصيه محترمه، اذا كان بيقول ان احنا هنعترف او هنحمي حقوق الديانات غير الابراهيميه على اعتبار ان هي بتعود الى النبي ابراهيم. هم حر يفعلوا ما يشاءوا، لكن يفعلوا هذا بعيدا عن المسيحيين. لا يجب ان يستخدم المسيحيون كمطيه او كورقه او كغطاء لتمرير سياساته. في الاخر عايز احنا مش مستفيدين حاجه. يعني هو النهارده الازهر اللي بيرفض ده، هو مش بيرفض ده حبا عشان خاطر سواد عيون المسيحيين، ولا حتى موقف بعض ممثلي الكنيسه الغامض. موقف ممثلي الكنيسه الغامض في هذه المساله هو للاسف موقف ملتبس ومرتبك، ومش عارفين هم بيعملوا ايه. هو النهارده عايز في الممثلين بتوع الكنيسه يعني ايه الموقف بالظبط بخصوص الموضوع ده. انا عايز اعرف فين مصلحتي واحط رجلي. يعني انا يعني لازم يكون في عندي رؤيه، في عندي اجنده واضحه، اشوف فين مصلحتي في النهايه. هو كل واحد بيمثل الطرف او كل بيمثل الفئه، وفي النهايه بيسعى ان هو ياخد اكبر قدر من المصالح والمكاسب، او يراعي او يحافظ على اكبر قدر من حقوق الفئه اللي هو بيمثلها. لكن انا في الحقيقه مش شايف، انا شايف ان في موقف غامض كده في ممثلي الكنائس الثلاثه في لجنه الدستور فيما يتعلق بالماده الثالثه، عايزين يلغوا المسيحيين ويخلوه غير المسلمين. هو في الحقيقه انا مش فاهم الموقف ده. طب ايه اللي هيجنين المسيحيين في حاله ان احنا لو لغينا ده وعملنا ده؟ انا الحقيقه مش فاهم يعني. ونقابه الصحفيين تتمسك ايضا، ما زلنا مع التهيئة، نقابه الصحفيين تتمسك بعدم فرض الرقابه على الصحف ووسائل الاعلام. هم ده اللي فالحين فيه، عدم فرض الرقابه بقى عندهم هسس. هو كانت امتى فرضت الرقابه؟ وايام حسن مبارك كان في رقابه تتفرض؟ يعني يا جماعه يعني خلينا نكون عاملين ونكون نشوف ايه اللي احنا محتاجينه يعني ونتكلم فيه. يعني انا النهارده هي مش بقره مقدسه كده، عجل مقدس ماسكه وبعبده ويقول هو ده، مش مساله هو ده. انا عايز اشوف ايه النهارده الصحفيين محتاجينه. النهارده الصحفيين اصبحوا في ديل، عايز اقول هيكل الاجور في المجتمع. يعني كان زميل اول امبارح كنت سهران في جلسه الجمهوريه بعتوا لنا، نائب رئيس تحرير ومسؤول عن الجران في عدد يوم السادس، فبيتكلم عن تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات. التقرير بيقول ان من تقرير صدر حوالي 3 4 سنين، ان كان في الستينيات من القرن الماضي كان الصحفيون يمثلون من اعلى 3 و4 فئات في الدخول في المجتمع. يعني كان النهارده بيتكلم الصحفي زي القاضي زي الضابط بتاع الجيش، يعني كان من الفئات المميزه. الزميل ده بيحكي لي بيقول ان هو متعين في جريده الجمهوريه سنه 77 او 78، بيقول انا كنت بقبض 24 جنيه سنه 77 او 78. بيقول لي ما كناش عارفين نودي فلوس فين، كنا بنعمل وبنلعب بيها وبنجري يمين وشمال وبنصرف ومش عارفين نخلص الفلوس. يعني ده كان وضع صعب. النهارده الصحفيين طبقا للتقرير الجهازي المركزي للمحاسبات هم تقريبا في المرتبه رقم 48 في هيكل الاجور في مصر.
الكلام ده انا كنت بكلم في الفصل مع المخرج بيتكلم على الاجور. النهارده احنا اصبحنا في ديل عايز اقول في قاعده هرم الاجور في مصر كلها الصحفيين. لما يجي واحد صحفي بيتعامل ب 150 جنيه النهارده ما نجيش بقى نقول حد لا انا في لا حد ادنى ولا حد ولا حد اقصى ولا الكلام ده كله بالنسبه للصحفيين. ده النهارده واحد صحفي بعيله ب 150 جنيه عشان يقبل مرتب 197 جنيه ونص ومطلوب منه يبقى صحفي نظيف وشريف ويلبس كويس ويأكل كويس ويكون غير خاضع للابتزاز وغير خاضع لان حد ممكن يكسر عينه ولا يرتشي ولا يتقبل المنح ولا الهبات ولا العطايا ولا الكلام ده كله. يبقى عامل زي القاضي زي وكيل النيابه كده هو قاعد ما حدش عارف يشيل ذمته ب 200 جنيه. انا بعتبر الصحفي اللي ماسك على ذمته ده الراجل عامل زي القبر على جبر من النار. فالنهارده اتمنى ان السيد نقيب الصحفيين اللي بيتكلم فرض الرقابه حريض ازاله الصحف الكلام ده كله ليس هذا هو بيت القصيد مش هو ده المطلوب. ايه حريض ازاله الصحف يعني هو مين النهارده ما كنا بنطلع الجرايد ومش عارف طلع جرايد هنا بروح اطلعه من بره وادخله وعامله كجرنان اجنبي. ايه القضيه والنهارده مع اكثر الشركات المساهمه اللي اتاسست طلع جرايد بس الناس اللي تقرا جرايد ده النهارده السوق غرقانه بمئات. انا ما في شركه بروح اقعد مع حد يقول له ده احنا قرفنا من الجرايد ده البلد غرقانه ب 50,000 مليون جرنان. هي القضيه النهارده يعني دي كلها انا شايف ان دي كلها امور يعني لا معنى ولا قيمه لها. نفسي النهارده اللي يتكلم على الصحفيين يتكلم على المستوى الاقتصادي على المستوى المادي يتكلم على 260 صحفي مش لاقيين شغل النهارده جرايدهم اتقفلت لاسباب ماليه لاسباب تعثر مالي. اغلقت 12 صحيفه يعمل بينها بين 260 الى 280 صحفي. اتمنى بين نقيب الصحفيين بدل ما هو شغال جبهه انقاذ جوه النقابه ان هو يشتغل فعلا يكون نقيب فعلا يسعى لخدمه الصحفيين. وتكليف ده يا رشوان وجمال فهمي بنقل وجهه نظر الصحفيين الى لجنه الخمسين ماشي ده جريدة التحرير. ونروح للوطن في الصفحة الأولى اشتعال الخلاف داخل لجنة الخمسين بين الأحزاب المدنية وحزب النور حول مواد الهوية. المحكمة الدستورية تتمسك بتعديلات العشرة لضمان استقرارها. وعارفين بقى كان فيه زمان كلمة يقولك ايه الاستقرار التام او الموت الزؤام. الزؤام ده يعني الموت النهائي يعني هو النهارده بقى كل واحد النهارده عايز يستقل يعني عايز يتغول عايز يعمل دوله جوه الدوله. محكمه دوله تستقل عن ايه؟ دي مش محكمه جزء من البلد. محكمه تستقل عن اي حاجه في الدنيا. قاضي النهارده في مصري بياخد 120,000 جنيه في الشهر. مرتب واحد موظف حكومي بياخد 120,000 جنيه في الشهر. واتحدى ان حد يثبت عكس كده. الكلام ده موجود وموثق ومنشور واتمنى ان حد اتحدى مش اتمنى ان حد يقول عكس كده. يقول لك نستقل استقال كام؟ واحد تاني يقول لك عايزين حصانه كامله للقضاء. حصانه كامله للقضاء يعني وكاننا نتحدث عن دوله اخرى. احنا مش بنتكلم بقى في الاستقلال ده احنا النهارده تجاوزنا فكره الاستقلال الى فكره النهارده انك تتحدث عن دوله جوه الدوله مش سلطه مستقله بذاتها. بتتحدث عن دوله اخرى اسمها دوله القضاه لا يجرؤ احد ان يقترب منها لا يجرؤ احد ان يتحدث عنها لا يجرؤ احد النهارده ان نفاجئ النهارده عندنا اشجار عائليه في جهاز القضائي. وتفاجئ كده لما واحد يموت منهم كده ينزل الاعلام في الاهرام كده ولا ناعي في الاهرام تعرف بقى ان رئيس محكمه الاستئناف مش عارف فين ده طلع قريبه ماسك محامي عام مش عارف فين وده بنته متجوزه في مين اللي هو رئيس محكمه الجنايات فين وده ماسك محكمه الشمال وده. تفاجئ ان اشجار عائليه كده في القضاء. طبعا الكلام ده كله في الاخر انا ارى ان ده شيء غير مقبول. ده شيء بيخل بضمانات التقاضي بيخل بانك انت النهارده لو وقعت في خصومه مع اي حد من دول وبقابلني ده هيشقطوك لبعض. هتلاقي بتاع اسكندريه يقرب لبتاع اسيوط وبتاع اسيوط يجيب بتاع المنيا وبتاع المنيا ده طلع الراجل في العباسيه ده نسيبه وكله مناسب كله داخل في كله. والنهارده المواطن الغلبان في الشارع ده راجل مداس ده مفروم. النهارده المواطن لا قيمه له انك انت تكون تقول ان انا مواطن في البلد دي هذا لا يكفيك. انت لازم تكون مواطن وحته مواطن بس كده سادح حاف من غير اي حاجه ده يعني ده مواطن يعني لا معنى. لازم تبقى انت مواطن وعندك حته كده بتميزك مواطن وقاضي مواطن وصحفي مواطن وضابط شرطه مواطن وضابط جيش عشان تعرف تتعامل في الشارع بطريقه محترمه. فلما تتعامل مع واحد ضابط في الشارع يعرف ان انت مواطن لكن معاك حته زياده فيقوم يكلمك بطريقه كويسه. لكن لو تقول مواطن بس ملهاش اي قيمه هتتكلم تخش في احدى المصالح الحكوميه عشان تقدم مصلحه تخلص حاجه لا قيمه لاي حاجه في الدنيا خلاص لا قيمه للمواطن في هذه البلد. فالنهارده انا شايف النهارده هي كلها محاولات توغل وتغول على الدستور الجديد وكلها محاولات ان كل واحد نفسه يقطع حته وكل واحد نفسه يتغول ويقول لك انا سلطه مستقله. ده كلام غير مقبول. طب النهارده ماذا لو في حاله فساد القضاه والنهارده ما القضاه نفسهم بيعترفوا ان في قضاه فاسدين والنهارده القضاه بتوع محمد مرسي ال 75 قاضي دول بتوع قضاه من اجل مصر ولا معاش اكتر من الرقم ده هم دول مش كانوا قضاه بتوع ما دول قضاه في الهيئه القضائيه وليهم الحصانه القضائيه بتاعتهم قضاه من اجل مصر. اليس هؤلاء قضاه اللي انتم النهارده زعلانين منهم؟ طب احنا النهارده لو كنا بنهاجمهم امبارح انت بتهيني صرف القضائي. طب النهارده وانا بتكلم عليهم وبتكلم على مواقفهم السياسيه اللي هي ضد الشعب وضد 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 حاجات كثيره جدا. طبعا يعني اذا احنا بنتحدث ان دول بشر احنا مش بنتكلم في ملائكه. القضاه دول مش ملائكه والقاضي يجوز انتقاده في سلوكه اذا كان في سلوك معيب يعني دي مساله ما فيهاش انا لا ارى ان فيها اي غضابه يعني. ده جريده الوطن. طيب معانا ايضا جريده الوفد في الصفحه الاولى صحيفه الوفد الحقيقه كانت عامله تغطيه مهمه. الدستور بتقول الوفد في الوطن بتقول الوفد بتقول الدستور يدخل مرحله المناطق الساخنه. لجنه الخمسين تعيد الماده 140 المحذوفه للحد من سلطات الرئيس. موسى يتعهد لهيئه قضايا الدوله بحل ازمه الماده 129 دي مش 219 دي 129 الخاصه بهيئه قضايا الدوله
ومجلس الدولة بيقول نرفض تجاوزات الهيئة ولا نريد تدني الحوار بين القضاة، وممثلوا الكنائس بيقولوا مستعدون للتصويت ضد تعديل المادة 3 بالتوافق مع الأزهر. للأسف الشديد التمثيل الكنسي كما أراه مع احترامنا وتقديرنا وتوقيرنا وتقديسنا ونبوس الأيادي ونبوس الرجلين كمان لكل اللي بيشاركوا دول، هذا تمثيل لا يرقى لمستوى طموحات الناس. أنا النهاردة لما بقول أنا أقبل تعديل المادة 3 أو أرفض تعديل المادة 3، يجب أن تكون هناك حسابات واضحة ورؤية واضحة ليا كممثل للكنيسة أو للكنائس الثلاثة جوه لجنة الخمسين. لكن أنا بعمل كذا عشان الأزهر مش بالسكة دي فأنا ماشي وراه، وأنت من قالك إن الأزهر لما كان رفض تعديل المسيحيين واليهود ليكون غير المسلمين لما كان رفضها كان رفضها عشان سواد عيونك، ده ما كانش رفضها عشان خاطر ان انت راجل مسيحي ومحل احترام في الدين الاسلامي وما الى ذلك، ده رفضها عشان هو مش عايز يعترف بالديانات الاخرى اللي هي الديانات غير السماويه او الديانات غير الابراهيميه زي ما قالها الاستاذ عمرو موسى، هو مش عايز يعترف بالبهائيه ولا القادنيه ولا البابيه ولا البوذيه ولا اللادينيه بشكل عام، يعني الحاله اللادينيه هو مش عايز يعترف بيها. فاذا القضيه النهارده مش قضيه مسيحي، النهارده موقف الازهر هو 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 ما كانش بينطلق من الدفاع عن مصالح مسيحيين. وللاسف الشديد الصمت الغامض لممثلي الكنيسه القبطيه بخصوص موضوع الماده الثالثه لما طرح موضوع تعديل الماده الثالثه وقال لك ان احنا نشيل المسيحيين ونقول غير المسلمين، هذا الصمت للاسف الشديد كان صمت مخزي، صمت مهين الاقباط، هذا الصمت لم يكن يحمل اي رؤيه معينه. يعني عايزين نعرف مثلا ايه اللي المسيحيين ممكن يجنوه من وراها، انا عايز اعرف. طب النهارده انت عايز تشيل المسيحيين من الدستور وتقول غير المسلمين، طب يا ترى دي معناها ايه؟ طب يا ترى دي هتديك ايه؟ يا ترى دي هتسهل لك بنى الكنائس شويه؟ يا ترى دي هتخلي لك مثلا في عندك حريات دينيه هتزودها شويه في المجتمع؟ يا ترى المسيح النهارده ياخد حقه شويه في البلد؟ يا ترى المسيح هيتوظف؟ طبعا الكلام ده كله لا قيمه له ولا معنى له. فالنهارده للاسف انا شايف موقف مش كويس، وتمسكا بالتوافق مع الازهر. يعني انت كل هدفك انك تتوافق مع الازهر، يعني الازهر قالك يمين معاي يمين شمال شمال، مع احترامنا كامل الازهر احترامنا كامل الكنيسة كله مناسبه بتعبر عن مصالحه، والازهر حين يرفض هذا انا اتفهم تماما دوافع الازهر في ان هو يرفض التعديل على اعتبار ان هو بيمثل الدين الاسلامي، وبالتالي هو بيرفض الاعتراف بالاديان الوضعيه اللي هي الاديان غير السماويه. لكن النهارده انا بتكلم ممثلو كنائس يبدون استعدادهم بالتصويت ضد تعديل الماده الثالثه من الدستور. يعني طب انتوا يعني كنتوا موافقين قبل كده؟ يعني انتوا كنتوا النهارده عايزين تقولوا ان احنا عندي دستور طائفي، في فرز طائفي، في مسلم بينتمي للراعي الرسمي للدوله وغير مسلم هو بالتالي مواطن درجه ثانيه لا ينتمي لهذا الراعي الرسمي للدوله، هل تقبل ان يوضع المسيح على في كفه واحده مع البهائي ومع القدياني ومع الديانه البابيه ومع كل الديانات الوضعيه؟ هل تقبل ان يكون المسيحي مواطن درجه ثانيه في الدستور؟ هل تقبل ان يكون المسيحي ان المسيح يفقد وضعه كصاحب دين سماوي وكصاحب شريعه سماويه حتى الاسلام نفسه بيحترمها وبيعترف بيها، والنهارده انك انت بترميه مع كل الديانات اللي بتقول ده غير مسلم؟ انا الحقيقه مش فاهم ايه موقف الجماعه اللي هم كانوا بيمثلوا الكنيسه ولا بيمثلوا الكنيسه، موقف غامض فعلا يعني. طيب نروح للموضوع الرابع حلقتنا النهارده. طبعا حضراتكم الاستاذ ده موضوع ثالث، احنا لسه مدهنا في عندنا موضوع رابع كمان. يا خبر ابيض ده مخرج خلاص هيقفل عليا. طيب موضوع كرداسه، طبعا الامن بيواصل جهوده في كرداسه، الوفد في الصفحه الثالثه بدون ما نخش في تفاصيل بيقول الامن يواصل تمشيط كرداسه لضبط الارهابيين، القبض على 15 متطرفا بينهم 3 متهمين بسرقه خزينه اسم الشرطه، والاهالي يستقبلون قائد المنطقه المركزيه باغنيه تسلم الايادي. وايضا الوفد في خبر اخر في الصفحه الثالثه بتقول مفاجات في تحقيقات النيابه مع المتهم الرئيسي باحداث المذبحه، واحد اسمه كبده يعترف بالتحريض على اقتحام الاسم واحتلاله وينفي التوجيه بقتل الضباط، جميع المتهمين ينكرون التهم المنسوبه لهم ويؤكدون عدم انتمائهم للاخوان والقبض على 70% من العناصر الإرهابية المطلوبة ولا وقت محدد لانتهاء عملية التطهير. ده الحقيقة الدستور في الصفحة الأولى بتقول ضبط 16 متهما في مذبحة كرداسة بينهم جهادي متهم بحرق كنيسة الملاك ميخائيل. أنا سمعت أنها النهاردة كانت كنيسة مرمرقس في الراديو، ما أعرفش اسمها ملاك ميخائيل ولا مرمرقس. يعني النهاردة أنا سمعت في الراديو النهاردة إن الراجل اللي هو متهم بحرق كنيسة أو الاعتداء على كنيسة مرمرقس، أنا بقول ملاك ميخائيل ماشي. مدير الأمن العام بيقول رصدنا 800 جهادي بسيناء وسيتم القبض عليهم قريبا. وإحنا كده المخرج يزن أختم. طيب ده كده كرداسة. في عندنا الموضوع الرابع طبعا الأستاذ الكبير محمد حسين هيكل بيحتفل اليوم بعيد ميلاده 90. أستاذ هيكل طبعا هو قامة صحفية وقيمة تاريخية وقيمة سياسية كبيرة، طبعا كلنا بنشعر بمتعة فكرية حين نستمع لتحليلات الأستاذ هيكل، قد نتفق أو نختلف مع كل أو مع جزء مما يقولك. في النهاية الأستاذ هيكل في النهاية هو صحفي بارع ومتميز، هو أستاذ الأساتذة بكل المقاييس. يعني الأهرام في الحقيقة في الصفحة الأخيرة في الأهرام بتنشر في الحقيقة الأهرام فين الأهرام؟ الأهرام في الصفحة الأخيرة بتنشر موضوع متميز هو كاتبه الأستاذ عبد الناصر سلامة، وفي مقالين للأستاذ فاروق جويدة والأستاذ صلاح منتصر بعنوان الأستاذ كل سنة وأنت طيب. معانا يا جماعة الأهرام الصفحة الأخيرة؟
الاهرام جاهزه معانا. عموما هي في صوره للاستاذ هيكل، وطبعا كاتب الاهرام الاستاذ هيكل كل سنه وانت طيب، وفي الحقيقه في صور يعني تذكاريه وتاريخيه، وبتقول الاهرام لا ده دي التحرير. طب خلاص لما نيجي للتحرير بتقول في بيتين عبد الناصر والسادات، وبتنشر صور للاستاذ هيكل مع رئيس الراحل الجامعة عبد الناصر ورئيس الراحل انور السادات، وفي مكتبه في الاهرام وفي كثير من لقاءاته. طبعا هو هيكل صحفي بحجم تاريخ هذا الوطن. طيب هاتوا لنا بقى يا جماعه التحرير انتوا جبتوها دلوقتي. التحرير بتقول عيد الاستاذ 90 حاجة عن حياة هيكل، أول ثلاثة كتب في مسيرة الأستاذ، ده جريدة التحرير، واليوم السابع في الصفحة الأولى بتقول هيكل 90 عاما بين الصحافة والسياسة. اليوم السابع يا جماعة هيكل 90 عاما بين الصحافة والسياسة، ملف خاص هو من الصفحة 7 وصفحة 10، وتقول فيها اليوم السابع مصير وثائق الأستاذ السرية بعد حريق برقاش. هل احترقت كل وثائق الأستاذ هيكل بعد حريق برقاش، ولا ما يزال يحتفظ بجزء من هذه الوثائق أو بعدد منها يعني في أماكن أخرى يعني؟ ده كان ملف هيكل. في الحقيقة معنا في الجمهورية في المنشط الرئيسي خبر مهم جدا. هو طبعا كان فيه طب آخر خبر معلش عشان قبل بس نختم، طبعا كان فيه كلام كتير يعني دار في الفترة اللي فاتت إن فريق السيسي هينزل انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان فيه بعض الأحاديث الصحفية اللي احنا يعني رأينا إن هي كانت بتمثل نوع من التمهيد إن السيسي يبقى رئيس جمهورية قادم أو يكون رئيس وفوقي. قال الأستاذ عمرو موسى وقال حمدين صباحي وقالها غيره كثير من وحتى ابن جمال عبد الناصر اللي هو عبد الحكيم عبد الناصر ايضا يعني تحدث في هذا الموضوع. في الحقيقه النهارده في تصريح وتوضيح مهم جدا بتنشره الجمهوريه في الصفحه الثالثه للمتحدث العسكري العقيد اركان حرب احمد محمد علي، بيقول في المؤسسه العسكريه لن ترشح او تدعم احدا للرئاسه. يا ريت يا جماعه لو معانا الجمهوريه المؤسسه العسكريه لن ترشح احدا او تدعم احدا للرئاسه. المتحدث العسكري بيقول لو حدث عنف في الجامعات لن نتأخر في التدخل، ودمرنا 90% من الأفاق وما زال نرصد الجديد منها. والدستور الصفحة الثالثة وزارة الإعلام بتقول الجزيرة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري ولن نرضى ببقائها في مصر. ده تصريح للدكتورة دريا شرف الدين عن قناة الجزيرة، بتقوله في الصفحة الثالثة من صحيفة الدستور. ده كان آخر خبر نختم بيه جولتنا النهاردة. غدا نلتقي مع صحافة جديدة وأحداث جديدة، وشكرا على المتابعة.